أعلنت النقابة العامة ببلدية جيمينس بدخول المعلمين والعاملين في قطاع التعليم في اعتصام إسوة بالبلديات الأخرى. هذا وجاء ذلك في قرار أصدره رئيس النقابة العامة للمعلمين ومسؤول التعليم بإعلان إيقاف الدراسة والدخول في اعتصام للمعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم بدولة ليبيا. وتضمن القرار في مادته الأولى توقف الدراسة في كافة أنحاء البلدية، وفي مادته الثانية يتم اعتصام المعلمين إلى حين الاستجابة لمطالب المعلمين والعاملين بالقطاع ولحقوقهم واعتماد قانون زيادة مرتبات وحماية المعلمين والعاملين بالقطاع. نحن معلمي جيمينس نؤكد إصرارها التام لتأجيل الدراسة إلى حين تحقيق مطالب المعلمين من زيادة المرتبات وتوفير الرعاية الصحية وقانون حماية المعلم، والنقطة الأخرى المحافظة على وحدة التراب الليبي صدر في جيمينس 16/10/2017. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعتصام المعلمين وما أسموه بالواقع السيء الذي يعانيه المعلم ورفع مستوى التعليم في البلدية عبر خطوات من أبرزها صيانة المدارس وتوفير الكتاب والمستلزمات المدرسية قبل بدء العام الدراسي الجديد، مشيرين إلى أنهم اتخذوا جملة من الإجراءات الإدارية لصالح المعلم باعتباره الأساس لرفع كفاءة قطاع التعليم، أبرزها تفعيل مشروع الاحتياط العام. لقناة ليبيا الحدث، محمد العزومي، جيمينس.